تعد الديدان المعوية مشكلة صحية شائعة جداً، ويمكن أن تصيب الشخص عبر شرب المياه الملوثة أو عن طريق تناول الخضروات التي لم يتم غسلها جيداً أو اللحوم غير المطبوخة. وعادة ما يتم التشخيص من خلال فحص البراز، وتختلف أعراض الديدان المعوية باختلاف العديد من العوامل، وتختلف أيضاً باختلاف نوع الدودة. وأكدت الدراسات أن أكثر من 1 مليون شخص مصاب بهذه الديدان على جميع دول العالم. وعلاج الإصابة بهذه الديدان أمر سهل، ويكون إما بطرق طبيعية أو باستخدام أدوية طبية. وقد يعاني الشخص المصاب بالديدان المعوية من الإسهال مع وجود دم ومخاط في البراز، كما يمكن أن تسبب الديدان المعوية أيضاً طفح جلدي أو حك حول المستقيم أو الفرج. وفي بعض الحالات قد ترى الديدان في البراز أثناء حركة الأمعاء. وتوجد العديد من الأدوية لعلاج الديدان عند الكبار، ولكن يعتمد الاختيار فيما بينها على نوع الديدان التي يعاني منها المريض. لهذا فإن الطبيب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه تشخيص الحالة واختيار الدواء المناسب. لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي من الأدوية المضادة للديدان، فقد تكون بعض الأنواع غير مناسبة لبعض الأشخاص. وبشكل عام يستغرق العلاج الدوائي عدة أسابيع، ولا ينبغي إيقاف علاجه حتى لو اختفت الأعراض. وتتضمن الأدوية المضادة للديدان ما يلي: أولاً البيبرازين، وهذا العلاج يجب الانتظام على تناوله بشكل يومي ولمدة أسبوع. ثانياً ميبندازول، وهو متوفر بشكلين شراباً وأقراصاً، ويؤخذ بشكل يومي لمدة 3 أيام متتالية. وقد يتوجه العديد من الناس إلى الطب البديل لعلاج الديدان، ويتمثل علاج ديدان البطن بالأعشاب فيما يأتي: أولاً الثوم. يعرف الثوم بأنه قاتل للجراثيم والبكتيريا، لذلك يفضل تناوله نيئ. تناول 3 فصوص من الثوم الخام على معدة فارغة كل يوم لمدة أسبوع واحدة من أبسط الطرق للتخلص من الديدان المعوية. ثانياً الشيح. يحتوي الشيح على مركب ساندوين المطهر القوي للمعدة، والذي يدخل في كثير من الصناعات الطبية، فهو يعالج معظم مشاكل الجهاز الهضمي كعسر الهضم والإمساك، ويطرد الديدان المعوية. وينصح بغلي ملعقة من الشيح في كوب ماء لمدة 15 دقيقة على نار هادئة، ثم يترك ليبرد ويصفى ويشرب. ولتجنب إصابتك مجدداً أو انتقال العدوى لأحد أفراد الأسرة، ينبغي غسل الملابس والمناشف في الغسالة على درجة حرارة 60 مئوية، مع مراعاة تطهير وتعقيم غرفة النوم والمرحاض ومقابض الأبواب. وللوقاية ينبغي أن تغسل يديك جيداً بصفة منتظمة مع قص أظافرك بانتظام، بالإضافة إلى غسل الطعام جيداً قبل تناوله.